جاد شاب متخصص في مجال المعلوماتية، عمل على اختراق أهم المواقع الإلكترونية اللبنانية، وتمكن من شراء بعض ما هو متاح على الشبكة العنكبوتية بحسابات وهمية. هو في نوعين من الاختراق، في الاختراق اللي بمس بمعلومات المستخدم، وفي الاختراق اللي بمس بكيف بيشتغل الموقع. حتى أهم المصارف اللبنانية بتنخرق بكل سهولة، وبتخولك تخدع المواقع اللبنانية اللي بيتعاملوا معها حتى تجيب شو ما بدك ببلاش. تأكيداً على ما وردنا من جاد، طلبنا منه تطبيق بعض هذه العمليات، وكانت البداية مع حجز بطاقات سينمائية. وهون عم بقولوا لنا انه مشي حال الحجز، وهي هذا رقم الحجز. العملية الثانية كانت عبارة عن حجز إقامة في أحد المنتجعات اللبنانية، وكالعادة عبر أحد المصارف. هيدا أول كوبون، يعني أول فاوتشر لأول ليلة، وهيدا تاني فاوتشر لتاني ليلة. أنا شاري كوبون. ايه نحجزها هلا؟ ايه عطينا اسمك جاد اسماعيل. فينا نعمل يوم تشيك إن؟ بدك اليوم؟ ايه ما عندي مشكلة. ايه اوكي. بعدها بدقائق وردنا اتصال من المنتجع، فظننا أن العملية قد كشفت. ولكن بس بدك شغله تختين، بدك او تختين. عندي حاجه بس نجرس معي بدي اعطيك الكوبونات. رقم التلفون، إيميلك الطريقة ذاتها اتبعها جاد لحجوزات تذاكر سفر عبر شركة طيران الشرق الأوسط، لكن وكعادته تواصل مع الشركة التي بدورها سارعت لمعالجة الخلل بالتعاون معه. الأهم هو أن كل عمليات الخرق تتم من خلال خداع مواقع بعض أهم المصارف اللبنانية. مشكلة بثلاث أرباع الويبسايتات اللبنانية، لأنه الشركة اللبنانية ما بيهتموا بأمان، وأنا تواصلت مع هالشركة اللي عندهم مشكلة بأمان موقعهم، وثلاث أرباع هالشركة كان آخر همهم إذا عندهم موقع آمن أو لا. وحتى لا تبقى مواقع مؤسساتنا عرضة للاختراق بهذه السهولة، يبدي جاد استعداده من خلال منبر للنشر لإطلاع الشركات والمصارف على الثغرات التي من خلالها يمكن خرق مواقعهم، مسهماً في معالجتها كي لا يتعرضوا لعمليات نصب واحتيال. شو يا جاد؟ انتك حابب تطلع عرومي؟ شكلي طالع. شكلك طالع عرومي ها؟
من الصبح كل العالم عم بيقول لي عم تقول لي انه شكلي حاطلع. يعني اليوم بس بهمنا نوضح شغلتين، انه جاد موجود هون لانه حاول تنبيه بعض المؤسسات وجاوبته اللي كانت الاجابه عدم مبالاه باللي قالوا، او يمكن ما صدقوا اللي هو عم بيقوله. المصارف اللي جاد استعملهم بعمليته هني فينا نعتبر من اكبر المصارف اللبنانيه، مصرفين يعني يعتبروا من اهم المصارف بلبنان، العمليه صارت من خلالهم. ثلاثة، نحن بنتحمل مسؤولية الأمور اللي شفناها على الشاشة، يعني السينما والأوتيل والأوتيل. أي شيء آخر جاد ببين عليه نحن غير مسؤولين عنه 100%. 100% عامل شيء قبل؟ جربت أول شيء بلشت مع الميدل إيست. ميدل إيست، الميدل إيست قصتها شوي غير قصتها، لأنه جربت أعملها هيك أول مرة. نعم. واجتمعت معهم قبل ما أكمل الطريقة، بالاجتماع بنكتشف إنه طريقتي ما بتزبط، بس رجعنا توصلنا لغير طرق زبطت معنا ورجعنا اشتغلنا عليها وزبطناها. بس هو كانت كمان ميدل إيست عرضة قبل الاجتماع. باقي الشرك مثلا البنوكي تواصلوا معي. نعم. بس ما كان يعني، قالت لي ايه انا عم فتش عليك صار لي شهر ونص عم تشغلني وكثير مهتمك فيك ومدري شو، بس ما كان عندها الهمة انه تقعد معي. صارت كل جمعة تقول لي انا مشغولة، فكرة انه هي فيها تزبط المشكلة اللي هن واقعين فيها. طيب انت كيف اكتشفت المشكلة؟ هلا هن البنوك كل يعني شيء، يعني مثلا المصارف اللي معنا يعني مثل ما قلنا من اكبر المصارف بلبنان، انه كيف قدرت تعرف انه عندهم هاي المشكله؟ بعدين رح نحكي انه شو انت ممكن تقدر تعمل، او اذا في هاكرز حب يعني جربوا يفوتوا على هالبنك شو بيقدروا يعملوا؟ هل بيقدروا يدقوا بالحسابات؟ هل بيقدروا يدقوا ينقلوا مصاري من حساب لحساب، او بس هي لها علاقه بالبوينتس اللي هي اونلاين؟ فهمت عليك. هي المشكله انه البنوك حتى الكود تاعولها بمطرح كل العالم فيها عندها صلاحيه تفوت عليه، يعني نعم. كل العالم فيها تفوت على موقع حيلا مؤسسه او مصرف بلبنان. هلا المشكله هون انه هذا البرنامج بطل عرضه بس للموظفين، صار مين ما كان في يفوت يجرب فيه، ومين ما كان في يفوت عنده صلاحيه يستعمله. لما تكون هيك مؤسسه حاطه هيك برنامج لازم يكون عندهم حمايه، لازم اصلا يكون عندهم فريق بجرب الحمايه وبجرب اصلا يعمل لهم هاك من عندهم. هيك كل الشرك بالعالم بيعملوا. نحن عندنا بلبنان صار له يمكن السيستم 6 سنين ما انه مجدد، ما في شيء بيتجدد. المعلومات اللي فيه بتنبعث من خلال كمبيوتر المستخدم، يعني المستخدم عنده صلاحيات يعدل بالمعلومات اللي بتبرق من كمبيوتره، وهي هيدي نقطه الضعف اللي عندهم بالسيستم كله. هلا المشكله بالبنك انه انا من شهرين بلشنا العمليه، ومن شهرين عندهم علم هن، حتى البنوك اثنيناتهم عندهم علم. من شهرين لهلا ما قدروا يكتشفوا غير طريقه واحده، هن 4 مراحل اختراق، هن قدروا يكتشفوا الطريقه البسيطه اللي بس بتغير رقم فيها بعنوان الموقع ويمشي الحال. الطرق الباقيه بعد لهلا ما عندهم اصلا فكره كيف عم بتصير. طيب لشو بتقدر توصل فيها؟ يعني ممكن اليوم انت تقدر توصل تفوت على حساب بالبنك تشيل منه مصاري تحطه بحساب تاني او 100%. هلا نحن تقدروا تعملوا هالشغله؟ اكيد في يعملوا هذه الشغله، بس لحديت هلا نحن عم نعمل الاشياء القانونيه. هلا انت لما تفوت تشتري من بنك والبنك يبعت شو القانوني؟ انك تحجز باوتيل مثلا؟ ايه هلا انت ما عم تسرق مصاري من حساب حدا ولا عم بيروحوا مصاري من البنك، بس عم بيطلع يعني عم بتروح على الاوتيل، يعني انت عم تاخذ ليله ببلاش بالاوتيل. على فكره نحن رح نسدد الفواتير للسينما وللاوتيل، بس رح نسدد لهم كل الفواتير 100%. هلا القصه مش هيك، القصه انه البنك عم يبعت بالقبول، يعني المشكله بالبرمجه تاعت البنك. بنك عم يبعث لهم بقبول اوكي مشي حال التحويله، لما يفوت التاجر اللي عنده على الحساب ما حيلاقي انه فيها التحويله صارت، او ببنك تاني كمان ما حيلاقي انه التحويله مرقت. فالقصه بعدها 100 بالقانون اللبناني بعد ما انوجدت. هلا كنت عم بحكي محاميه قالت القصه بعد ما مرقت، حتى ما بتعتبر اختلاس، هي بس مشكله تزاكي على النظام تاعولهم. نعم. بس يعني هي المشكله بتصير المتضرر بس هو المصرف؟ لا المصرف ما في مصاري. انت يعني انت ما يعني انت ما عم بينشال مصاري، تحويل مصاري مصار. يعني مثل اليوم لما حجزت بالفندق واخذتوا الغرف وقعدتوا فيها، طيب اليوم بكره راح يروح الفندق ليسحب الفاتوره من البنك، راح يقولوا له البنك انه احنا ما لنا عاطين موافقه. صح. فاذا هو راح يتحمل المسؤوليه. هلا هي مساقبه انه هذا البنك هذا الاوتيل متفق مع شركه،
نعم. يعني هي التحويله بتمرق عبر شركه، هو بيروح بيعطيهم الوصل اللي انا اعطيتهم اياه، هو بيقبض مصاري، بس الشركه اللي بتعامل معها هي اللي حتلاقي انه ناقص مصاري عندهم بالحساب، حتلاقي انه في تحويله صايره وهن اصلا اعطينا للتاجر بس ما وصل لهم شيء. الميدل ايست قلت لي انه رحت قعدت معهم. اول شيء بدي اشكر تعاون الميدل ايست معنا. نعم. وهي الشركه الوحيده اللي عن جد كان عندها اهتمام، صدقتك 100% وانبسطوا فيها. يعني حتى هو الاجتماع صار 3 ساعات تقريبا، اول ساعتين كنا بعدنا عم نجرب اول طريقه وكان في فشل، يعني كان في فشل من قبل طريقتي، وكانوا حتى عطيني الدعم لاقصى درجه وبعضهم عطيني وقتهم لنخلص المشاكل، وعلى العموم جانا طلعنا بغير مشاكل بظن هن حلوها. بس طيب برجع على الموضوع المصاري، يعني اليوم كثير بهم الناس اليوم انه اذا هيدا الـ يعني هذه القرصنة او هذه الطريقة، اكيد اليوم انت جيت تعلن عن هيدا الموضوع لتقول للعالم انتبهوا لانه ممكن تتعرضوا، بس ممكن في ناس عاملين شغلتهم، في ناس قاعدين عم بيشتغلوا بكرة ليأخذوا من حسابات الناس ويأخذوا مصاري ويشتغلوا على الفيزا كارت وما الى هنالك. اليوم عم بتقلي انه ممكن بهول المصارف بالذات انه يكون في خرق، تقدر تغير بالحسابات وتاخذ مصاري من حساب لحساب. 100% هلا الظاهر لهلا من خلال نظام الامان تاعولن انه عني عندهم سيستم او عندهم نظام منهم كثير متحكمين منه، يعني اذا انت قادر تفوت تزعبر بالبنك تعرف هو شو بده يرد على التاجر، تقدر تغير هيدا الرد. يعني انا كمان قادر فوت على حساب فلان واتحكم له بحسابه واعمل شو ما بدي وما حدا بيلقطني. طيب انت شو عامل ده؟ شو دراستك؟ انا عم بدرس معلوماتيه. علوم معلوماتيه، يعني ضمن اختصاصك هيدا الموضوع؟ هلا ايه هو ضمن اختصاصي. طيب وانتم كم واحد بلبنان بتعرفوا بعضكم؟ كقراصنه هلا هو ما فيك تقول عني كرسان هاكر. انا هاكر، لانه انا مش قصدي اذي، حتى ما عم باذي. بس في كتير عالم بلبنان ما اخذ حقها، يعني في كتير عالم هن بيكونوا متخصصين بالمجال عندهم خبرة أكتر بكتير من ناس قاعدين بشرك صار لهم يمكن شي 10 سنين. يعني أنت اليوم إذا بدك عم تعرض خدماتك 100% أنه في عندكم خلل بأماكن معينة، استعينوا بناس أصحاب خبرات وكافئات من أجل سلامتكم وسلامة المستخدمين عندكم، يعني لأنه كارثة إذا واحد بيقدر يفوت على حساب بنك ويتحكم بحساباته، يعني بيكون نحن أمام كارثة كتير كبيرة على البنك أولا وبعدين على الزبونات تانيا. فأنا متشكرك أنك أصريت أنك تطلع لتوضح للرأي العام على هذا الموضوع، ولا بعرف انه ما راح تخضع لملاحقه قانونيه، لانه بنعرف كثير منيح انه هدفك شريف ولم تقدم في اي وقت سابق على مواضيع مماثله، وبتصور انه بتمنى ولن تقدم مستقبلا، عم بيقولوا لي كمان الشباب. بس كمان بدي اطلب من المؤسسات المعنيه اذا بتحبوا تتصلوا فينا كمصارف لنقلكم مين المصارف اللي قدر هو يتحكم بالكود تبعها او بالبرامج تبعها، اذا بتحبوا كمان تاخذوا استشاره او تشوفوا شو هي نقاط الضعف فيكم تتصلوا فينا ونحن بنحطكم بتواصل معه لجاد. شكرا جاد على يعني بدي اقول لك على جرأتك بالاول، لانه اشخاص من هالنوع بخافوا يطلعوا على التلفزيون لانه بخافوا بكره اي عمليه من هالنوع يحطوهم ب محط شبهات او يصيروا مراقبين او ملاحقين قانونيا. ولكن بما انه عرفنا انه نيتك صافيه وشريفه 100% نحن حطينا ايدنا بايدك من اجل حمايه بعض المؤسسات والشركات. شكرا لك.